السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنجرب شات جي بي تي في الأبحاث. نخلي بالنا ان شات جي بي تي 3.5 في حاجات بيكون فيها أقوى في من شات جي بي تي 4، يعني حتى السرعة مثلا هو متفوق عليه في بعض النقط وهكذا. طيب خلينا نجرب مثلا ان احنا يساعدنا في عمل رسالة، ونختار موضوع رسالة غريب شوية وهو مثلا حاجة في الفلسفة، يعني بعيد عن التخصص بتاعي، وده مش صح. يعني المفروض ان انا بستخدم الذكاء الاصطناعي في حاجه في تخصصي، بحاول ان انا اخلي حد كانه بتناقش مع حد خبير في الموضوع. ليه؟ لانه لو قال لي نتيجه غلط انا ازاي هكتشف انها غلط؟ تمام، بس الحمد لله الواحد درس شويه فلسفه فيقدر يتجاوب معاه. خلينا مثلا كان احنا هنختار عنوان لبحث فلسفه، مثلا اريد عنوان لبحث فلسفي بين الغزالي وابن رشد، ونشوف هيقول ايه. طيب ده لسه عنوان مقترح، ممكن اقول له انا عايزك تقترح لي اكتر من عنوان. يبدأ هم يجوا جملة. في نقطة ان الذكاء الصناعي مش هو المسؤول، مش هو اللي هتحاسب لو في حاجة غلط، انت المسؤول، فهو يعتبر مساعد ليك مش هو القائد بتاعك. تمام، فما ينفعش ان انت بعد مثلا ما الدكتور يسألك سؤال ما تعرفش تجاوب، بس هو الذكاء الصناعي اللي قال لي لا، انت مسؤول مسؤولية تامة. لو قال لي معلومة غلط وانا اعتمدتها، وده بيحصل كتير تقريبا بنسبة 20% بيبقى في معلومات غلط وانا اعتمدتها، يبقى دي غلطتي مش غلطة الذكاء الصناعي. تمام، الذكاء الاصطناعي مش هو اللي هياخد الماجستير ولا هياخد دكتوراه، هو هيساعدك. لذلك انا بقول ان الدكاتره المفروض ما تخليش الذكاء الاصطناعي محرم او مجرم او ممنوع، لا هو مش تقدر تمنعه، فانت ممكن تخليهم يستعينوا بالذكاء الاصطناعي لكن يناقشوا الكلام بتاع الذكاء الاصطناعي. تمام، يعني هل هو مثلا الاختلاف في نصوص دينيه ولا فكريه ولا فلسفيه وهكذا. تمام، طيب انا هختار مثلا اول نقطه، أريد النقاط الرئيسية في البحث. هو يبدأ يشوف البحث دوت ينفع يتقال ايه، ويبدأ يجيب لي اهم النقط اللي انا المفروض اتناقشه في الرؤية المتباينة للعقل والدين بين فكر الغزالي وابن رشد. بين الغزالي وابن رشد، الغزالي فقيه لكن يعني على ما جه ناقش الفلسفه بقى فيلسوف اكتر من فلاسفه، الكتاب بتاعه يصنف في الفلسفه، هو ما وضحش على فكره الفلسفه، هو بس وضح ان في بعض النقاط اللي لازم نخلي بالنا منها، وهو ان الجزء بتاع الميتافيزيقيا والجزء اللي هو مش معانا ما ينفعش ان احنا نسال اللي هم الاغريق اللي ما كانش عندهم الدين، احنا عندنا الدين. جزء يعني نخلي الفلسفه والمنطق دول في الحاجات في الحياه وفي الصناعه وفي كل حاجه، لكن الجزء اللي هو ما وراء الطبيعه والميتافيزيقيا دي المفروض بناخدها من الدين، هو الدين خلاص جاوب لنا عنها، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. تمام، فهو بحدد لي اهم النقط لازم اقراهم كويس، ولو في حاجه غلط اصلحها. طيب ممكن اساله مثلا ايه اهم المراجع؟ يعني هو يعتبر زي كالكليتور او آلة حاسبة عندك، مش هو اللي يقودك، مش هو الاساس. تمام، انا هقول له وقف الاجابة عشان ايه ما نطولش. طيب خلينا طبعا تهافت الفلاسفه للغزالي وتهافت التهافت لابن رشد والحكم المتعالي لابن رشد ومقاطع فلسفيه. خلي بالك ممكن يقول لك كتاب مش موجود اصلا، فانت لازم تدور هل فعلا الكتب دي موجوده ولا لا، لكن يعني تقريبا اغلب الكتب دي موجوده، العقل والتفسير في فكر الغزالي، فلازم تدور وراه
ما تعتقدش ان هو يعني كل الاجابات صح. تمام. طيب خلينا مثلا ايه قارن بين رأي الغزالي وابن رشد في ما تم اكتشافه حديثا. فهو بيفتح لي مواضيع، الغزالي الناس فاكر ان هو يعني واخده فكر متعصب وبتاع، هو من ضمن الحاجات اللي يعني كان بيقوم جدا فكر التعصب الديني، وليه كتب كثيره جدا في الرد على الخوارج والحشاشين وهكذا. طب انا سالته مساله فهو تقريبا جاوب يعني قرر نفسه في الاجابه. تمام، يعني الجزئيه دي زي الجزئيه دي، فلازم نخلي بالنا بدل ما ناخد كوبي بيست والدكتور يفاجئ ان احنا ايه نفسر الماء بعد جهد بالماء. فالشاهد ان الذكاء الصناعي وسيله قويه ونقدر نستخدمه بشكل قوي جدا وهيفيدنا في الابحاث العلميه، لكن ما تعتمدش عليه ان هو على الحق المطلق. الحق المطلق وفقا يعني ما فيش حد عنده الحق المطلق الا الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد، لا تقول لي ذكاء صناعي ولا ذكاء طبيعي ولا فلاسفه، هو ربنا اللي عنده الحق المطلق. انت لو سالته على حاجه بيجاوب من خلال الاستنتاجات، او يعني لو سالته يعني الكون بدا ازاي بيبدا يشوف الكتب، مش معنى كده ان هو هيجيب لك اجابه مش موجوده في الكتب. يعني من ضمن الكتب اللي انا بحب اقرا فيها قصه حضاره ولدي ورانت. ولدي ورانت من الناس المنصفه والناس الكويسه، بس هو اغلبيه المراجع بالطبيعه عنده مراجع اوروبيه، وطبعا في تعصب كتير او وجهه نظر اوروبيه. فمثلا بتلاقي نوع من انواع العنصريه شويه في خصوصا في فتح القسطنطينيه. تمام، ليه؟ لانه تمثل نقطه فارقه، يعني من ضمن النقط الفارقه في تحول من العصور المتخلفه للعصر الحديث او عصر النهضه، بيعتبرها من ضمن النقط الاساسيه. فهم بالنسبه لهم متضايقين جدا ان القسطنطينيه دي وقعت وهي دي رمز للدوله بتاعتهم. فكان في كلام كتير يعني مش منصف، فهو نقله. هو دي فكره، نفس الفكره بتاعت الذكاء الصناعي، ان هو ممكن يقول لك كلام مش صحيح، سواء بقى انت مع نظريه مثلا داروين او ضد نظريه داروين، هو مش هيحلل البيانات ويقول لك انا صح. يعني مش خاص بالمشاكل اللي عندنا هو هيقدر يحلها، هو بيبدا يجيب لك الموجود ويلخص لك الموجود. ممكن يكون في نقط غايبه عن ذهنك، انت مثلا بتفكر في 5 6 نقط، هو ممكن يفكر في مليون نقطه مره واحده ويجد لك النقط المشتركه بينهم، فبيفتح ذهنك. انت ممكن يكون مطلوب منك تقرا 1000 كتاب عشان توصل لحاجه. تمام، يعني في كتاب مثلا كنت بكتبه عشان اكتبه لازم اقرا 1000 كتاب، فعشان تقعد تقرا الكلام ده كله بيبقى مرهق. فانت ممكن تقول له والله لخص لي الكتب دي، حتى في ان انت ترفع PDF وتخليه يناقشك في PDF ده. تمام، اتمنى الاستخدام الحسن، محدش يغش في الابحاث بتاعته.